مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجك الأسبوعي برنامج توب سبيد عبر شاشة قناة البحرين الرياضية. أعزائي المشاهدين بداية أحب أوضح أن حلقتنا اليوم راح تكون على جزئين. الجزء الأول راح يكون مع ضيف من دولة الكويت شقيقة اللي يتواجد حاليا طبعا في مملكة البحرين إعلامي ومذيع قناة شاهد بداح السلي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي أسامة، وأنا سعيد أني أطل على هذه الشاشة الجميلة من تلفزيون مملكة البحرين وتحديدا الرياضية. يا هلا فيك، شرفتنا. وأعزائي المشاهدين طبعا الجزء الثاني من الحلقة راح يكون مع طبعا منافسات الجولة السادسة والختامية من البطولة العربية دراج ريس التي اختتمت مساء أمس الأول بالعاصمة القطرية الدوحة ومع أبطال في هذه الرياضة. بداية أخوي بداح، ودنا نعرف سبب وجودك في هذه الفترة في البحرين. البحرين دائما من نوفينا ونطلع احنا من دار الى دار، وهما دائما نعم. قلبين في جسد واحد، او معنى اصح ست قلوب دول الخليج. نعم. سبب زيارتي، هناك دعوه لي شخصيه بسبب الملتقى الاعلامي الكويتي البحريني اللي قام في هذا الصباح، ولحسن حظي كنت عريف هذا الحفل بحضور معالي وزير الشؤون الخارجيه في مملكه البحرين الاستاذ غانم البعينين، وحضور سفير دولة الكويت وعميد السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، وكان هناك تغطية إعلامية جميلة ورائعة. وهذا الملتقى يجسد دور الإعلامي الجميل بين مملكة البحرين ودولة الكويت، وكان هناك ثلاث ندوات في هذا الملتقى، بداية من المعارض ثم ندوة سياسية وندوة إعلامية وندوة اقتصادية. يمكن لحسن حظنا يمكن الحلقة السابقة بعد كان عندنا ضيوف من الكويت، أبطال من الكويت في رياضة السيارات، ويمكن يعني صار لحسن الحظ أن الحلقة المباشرة اللي وراها يعني بطل من الشاشة، ذيك المرة بطل من نقول أبطال من ميدان سباق السيارات. غريبة، دائما نطل كشعب الكويت في تلفزيون البحرين، هم منا وفينا، وإحنا دائما نسعد. يعني كمثال أخذها كرياضي، من نسمع اللاعب الدولي السابق حمود سلطان في الكويت نتسابق عليه ناخذه. اللي ياخذ حمود سلطان في نكته، في يعني قفشاته، في ضحكه، في غشمرته. فكان قبل قليل بعد كذلك لحسن الصدف كنا في احتفال سفارة دولة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية 53 عام على استغلال دولة الكويت و 23 عام على تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي. فسبحان الله دائما مملكة البحرين مناسبات وبهجة وسعادة وأمور كثيرة فيها. نعم طبعا احنا بعد كقناه وكطاقم برنامج توب سبيد وكقناه البحرين الرياضيه بعد نحب نبارك لكم بهذه المناسبه العزيزه اللي احنا بعد نشاركها في وياكم. الله، وانا كذلك ابارك لكم، احنا وياكم شيء واحد، فابارك جميعا للحكومه والمليك والشعب البحريني بمناسبه اعياد الوطنيه لدوله الكويت. اخوي بدوح، طبعا يعني حاليا ممكن نقول مملكه البحرين قاعده تستعد لاستضافه سباق الفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية التي تعتبر موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ولأول مرة راح يكون سباق ليلي خلال العشر سنوات من تاريخ رياضة السيارات في البحرين بحلبة البحرين الدولية. ويمكن لو أخذنا الجانب الإعلامي، احنا دائما نقول يعني أنا وياك إعلاميين لا ينجح أي حدث رياضي إلا طبعا جزء لا يتجزأ الإعلام من نجاح أي حدث رياضي. ما أهمية خلال هذه الفترة، ما أهمية نقول شراكة الإعلام إن كان مرئي مسموع مقروء مع يعني استضافة أي نقول أي بلد لحدث بهذا المستوى؟ أستاذ أسامة، يمكن مملكة البحرين تميزت في قامة سباق السيارات الفورمولا 1 وسباقات الأخرى. في برنامجي التقيت مع نخبة جميلة ورائعة من شباب دولة الكويت، كان همهم الأول الفوز في السباقات في مملكة البحرين. نعم. مملكة البحرين يعني صار سمة هذا السباق لهم، معروفة لما يقول لك البحرين على طول يعطيك سباقات ما سباقات. عند دخولك من نعم. المنافذ الحدودية في مملكة البحرين أول لوحة إرشادية سباق الحلبة. نعم. فيعني تميزت الأمانة وليس مجاملة مملكة البحرين في سباق سيارات سنوات، يمكن إذا ما تخوني الذاكرة أكثر من 45 عام أو 50 عام، وهذه السباقات تجرى متميزة في بالخليج والعرب في إقامة هذه السباقات، لها اهتمام جميل ورائع من الدول الأوروبية والأجنبية. الدور الإعلامي اللي يقومون فيه مثلا وسائل الإعلام
ينقل ولاحظها أنا شخصيا سواء في موجز الأخبار في القنوات الكويتية أو تلفزيون دولة الكويت، نعم. كذلك في الصحف هناك اهتمام في عملية تغطيتها، وكذلك اهتمام كبير جدا من كذا فريق. لو تلاحظ أو تسترجع معي الذاكرة سعد أسامة، نعم. لما تتابع كان فريق كويتي واحد، نعم. الآن 3 إلى 4 مسميات للسباقات، وكل شخصية أو شيخ أو ذو منصب يكون له فريق مهتم فيه، نعم. لهذه الحلبة السيارات والسباقات اللي تقوم فيها، نعم. الدور الإعلامي هذا شيء جميل ورائع، يعني لما كنت تلمسناه بداية من تلفزيون مملكة البحرين قايم بدوره وزيادة، وهذا حق وواجب عليه أنه في نقل أي فعاليات رياضية تقام في مملكة البحرين. كذلك وسائل الإعلام، الآن وسائل الإعلام تطورت والفضاء يعني صار شاسع أكثر في عملية التواصل الاجتماعي، في الواتساب، في تويتر، أمور كثيرة، نعم. الإعلام قاعد ينقل أولا بأول، صحيح. يمكن الآن الإعلام بعيدا عنه، لو الرسمية لو شخصية هذا الفريق صور أسامة في لحظة فوزه وبعثها في التواصل الاجتماعي توصلك أولا بأول في نفس اللحظة، نعم. أولا بأول لجميع محبين ومتابعين هذه الرياضة، نعم. طبعا يعني اخوي بدوح، يعني الاعلام له تاثير كبير، يعني يمكن مملكه البحرين لما حظيت بتغطيه اعلاميه في كل سنه تحظى فيها، خصوصا في هذا الحدث سباق الفورمولا 1، لانه يعتبر اكبر حدث في منطقه الشرق الاوسط، نعم. ففي 2004 يعني احنا عندنا تاريخ في الذاكره وسيبقى في الذاكره، واليوم راح يكرر يعني هذا التاريخ، كان 4/4/2004، اليوم راح نحتفل في 4/4/2014. فيعني هذا التاريخ محفور في ذاكرتنا وفي ذاكرة يمكن جميع محبي رياضة السيارات وكل المهتمين والمتابعين. خلال هذه الفترة طبعا قفزت يعني مملكة البحرين إلى الكثير من المراتب، ويمكن تعزز اسمها ومكانتها العالمية على الخارطة العالمية. مدى تأثير الإعلام في نقل نقول اسم بلد في ما في هذا المجال خلال هذه الفترة؟ يمكن أستاذ أسامة أو زميلي أسامة أن الإعلام يعني جزء لا يتجزأ في أي حدث أو فعاليات تقام في أي شتاء بقاع دول العالم. البحرين تميزت فيها، لو تلاحظ حتى في دول الخليج البحرين لها الأمانة في أمور كثيرة، كان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الاقتصادي، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الإعلامي، يعني صارت هي الأم الحاضنة لهم، وبالعكس يعني الأمانة مملكة البحرين سماهم في وجوههم، أهلها دائما الابتسامة فيهم، دائما الكلمة الطيبة فيهم، وليس مجاملة على هذه الشاشة للأمانة، ترتاح تحس أنك في بلدك قاعد، تحس أنك مع أخوانك وأهلك. في عملية النقل الحدث اللي قاعد يقومون فيه يبي له توسع أكثر، يبي له أمور أكثر. الفورمولا يمكن كان له تأجيل في السابق لأمور بسيطة حدثت، نعم. في مملكة البحرين، وهذا متوقع في أي دولة تحدث أمور، لاحظتها وتلمستها من بعض الشباب، نعم. أنهم يعني دب اليأس فيهم أنه يبون هذا الحدث اللي يقام، نعم. يبون هذا الحدث اللي متعودوا عليه وسمعنا فيه أنه متأجل من وسائل الإعلام، نعم. هذا دور مطلوب في نقله. وسائل الإعلام هي لابد أنها تنقل دائما أي فعاليات، وسائل الإعلام يعني تنقل الصورة، تكون مرآة عاكسة لأي حدث، نعم. يقام في أي دولة. وللأمانة كلمة حق الإعلام من ناحية مملكة البحرين قام بدوره وزيادة، يمكن أقول الآن يبيله مثلا التواصل الاجتماعي يواكب هذا الحدث، نعم. بالواتساب في أمور كثيرة، نعم. كنا نتعمق وياك شوية أكثر في موضوع الملتقى حاليا، يعني وما هي فعالياته وأنشطة الأنشطة الخاصة فيه وما هي مثلا مخرجاته، لكن بعد ما نطلع أعزائي المشاهدين نشوف هذا التقرير الخاص بتدشين صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول، النائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشروع الإنارة الدائم في حلبة البحرين الدولية. ونرجع مع الأخ بداح في استوديو توب سبيد. أشاد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالجهود القائمة استعدادا للاحتفاء بمرور 10 سنوات منذ انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 بمملكة البحرين، عبر جعل السباق هذا العام في إبريل مميزا بإقامة أول سباق ليلي للفورمولا 1 في موطن انطلاقة هذا الحدث الرياضي في الشرق الأوسط.
وقال سموي أن ما يجعل توالي النجاحات في إقامة السباق سمة خاصة ومميزة هو مستوى التضافر والتعاون الذي يظهر في العمل الدؤوب من قبل كل الأطراف المعينة، مما ينبع من حس الاعتزاز بالإسهام في إبراز اسم مملكة البحرين عبر أحد أبرز المنصات الرياضية عالمياً، لإعطاء صورة مشرفة عن العطاء البحريني وتفانيه في الإنجاز. وأشار سموه خلال تدشين نظام الإضاءة الدائم في حلبة البحرين الدولية المخصص للسباق الليلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، إلى أن نمط التعاون هذا جاء جليا في العمل على هذا المشروع الذي تم تنفيذه وفق معايير عالمية عالية المستوى، يأتي اليوم من أكبر المشاريع التطويرية في الحلبة منذ افتتاحها قبل عقد من الزمن. وبعد تدشين سموه للنظام تم عرض صور جوية من مختلف أجزاء الحلبة مع التشغيل الكامل للإضاءة، ويتكون نظام الإضاءة الدائم عن ما يزيد على 500 كيلو مترا من كيبلات الكهرباء و495 عمود إنارة يتراوح ارتفاعها من 10 أمتار وحتى 45 مترا، وحمل أكثر من 4500 من الطاقة الإنارة اللازمة لتوفير مستويات الإضاءة المطلوبة للبث التلفزيوني عالي الوضوح. وسوف تشمل التطورات الأخرى المخطط لها بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاستضافة حلبة البحرين الدولية لسباق الفورميلا 1، كذلك ترقية نظام الإضاءة بنظام فني جديد في العديد من المناطق في الحلبة كالمنطقة الترفيهية، وذلك لدعم المشهد البصري للسباق الليلي. جميل طبعا كان في حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ولأول مرة يمكن تأخذ هذه اللقطات وهي منيرة بالكامل، بجانبها طبعا حلبة البحرين الدولية للكارتين أيضا كانت منيرة للجانب. أخوي بدوح يمكن شفت اللقطات، شفت لا يمكن سمو ولي العهد كان حاضر وباهتمام من سمو من معاليه وحضوره فعليا وميدانيا للاطلاع على سير العمل على الاستعدادات اللي تشوفها، هذا يعطي أريحية ويعطي ثقة لفريق العمل اللي قاعد يشتغلون أن الرجل الثاني بالدولة ولي العهد متواجد في فترة مسائية وليس صباحية اللي هي تعتبر رسمية، ويطلع له ويشوف حوائج أو نواقص سباق الحلبة لتغطية هذه الفعاليات. أخوي بدوح طبعا أكيد لها انعكاسات كثيرة مثل استضافة حدث عالمي رياضي خصوصا في سباق الفورمولا 1، هو حدث عالمي يعني أكثر بالذات يمكن في 2004 مملكة البحرين استقطبت هذا السباق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وأتاحت يمكن للمنطقة والدول المجاورة من ضمنها دول مجلس التعاون، يعني صارت هناك حلبات، زاد عدد الحلبات، صارت هناك أكثر من حلبة في المنطقة سواء حق الفورمولا 1 أو لسباقات أخرى. انعكاس وجود مثل هذه المنشأة الرياضية الضخمة ذات المواصفات العالمية على المردود الاقتصادي، الثقافي، نقول الإعلامي، الرياضي، جوانب كثيرة. اقتصاديا يمكن تطرقت في عملية اقتصادية، عند إقامة هذا الحدث تلقى مثلا الفنادق يكون لها زباينها ومرتادينها، المطاعم، أصحاب التكاسي، المحلات، حتى بايع العصير في مدرجات السباق له يعني أمور الاقتصادية، كذلك شغله الأمور الإعلامية، كل حدث ويكون ليس حدث نفس الحدث البسيط، حدث عالمي نفس اللي قاعد يقام الآن في سباق الحلبة في مملكة البحرين، حدث عالمي له اهتمام من وسائل الإعلام العالمية في تغطيته في جوانبه في أخذ جميع أمور كثيرة في هذا الحدث. الحين نرجع حق موضوعنا الأساسي يمكن وياك، وهو يعني الملتقى، ودي يعني نوضح للمشاهدين السادة المشاهدين تفاصيل هذا الملتقى. الملتقى أخوي أسامة اللي قلنا لك هو عملية مزيج ودمج الأمور الإعلامية
في البلدين في مملكة البحرين ودولة الكويت. نعم. كان الندوة الأولى اللي قامت اليوم كان سفير البحرين في السابق شكر حسب اعتقادي إذا ما خلتني الذاكرة اسمه شكر يقول يعني من 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 حديثه من كلامه أن حتى أثناء غيابي من دولة لدولة يكون سفير منتدب أو نعم. أمور أخرى يمثلني من دولة الكويت يمثلني في نعم. مملكة البحرين. اللي قصد منها تناقل الخبرات، القصد منها تبادل الخبرات بين البلدين وأمور كثيرة تحدث فيها. كذلك هي يمكن مملكة البحرين يمكن لما أقول لك أي شيء يطري فيه البحرين يكون لك دافع. إحنا نحب بعض كدول الخليج بشكل عام نعم. بس المحبة من الله لما أحب هذا البحرين صح. تميز عن أي دولة أخرى ولا تقصيرا فيهم. يعني كمثال في رمضان الماضي كان فريق المحرق البحريني كان متواجد وابي يعني فرصه سعيده لي عبر هذه الشاشه الجميله ابي يعني ابلغهم السلام والتحايا. كنت اجتهد من نفسي يعني هو دور مطلوب مني اني اسوي جميع الفرق في خط واحد نعم. بس لا شعوريا كنت اعمل فريق المحرق باكثر. كان في هناك مقطع قال لي اخوي محمد الغانم مدير منتخبات في المحرق واتحاد البحريني نعم. كان دور جميل. هذا التقرير هذا صدى بين محبين ومتابعين فريق المحرق. فريق المحرق يعني حلو دائما اي شيء حلو يعني بينت ان عندك ميول محرقيه لان فنيلته حمراء ومنتخب احمر فاثنينهم حلوين نعم نعم فاقول لي القصد منها ان الامور الاعلاميه بيننا وبينكم نتعلم بين بعض نشوف بين بعض شيء حلو. وانا زايركم الان وبين اروقه وزاره الاعلام الاحظ صور قديمه لمقدمين البرامج نعم. يمكن كانوا وتوفيق والثاني يعني امور ورموز حلوه اسوه عندنا لما تمر وتتذكر ايام خالد الحربان تذكر أكيد. المعلقين يعني الرائعين في الزمن الجميل والرائع أكيد. امور كثيره اعلاميه تحفظهم وهم وسائل الاعلام تفرض نقلها وتفرض ضيوفها وتفرض نعم. مقدمينها في عبر اي وسيله. للامانه أعيدها المرة الثالثة أنا فعلا سعيد في إطلالتي الأولى على هذه الشاشة الجميلة. يمكن خذوني كمراسلين في أحداث وصارت لأول مرة أكون ضيف داخل تلفزيون مملكة البحرين وهذا يؤرخ لي. يمكن أنت قلت 4/4/2004 والآن حدث عندكم 14/4/2014 أنا أقول شيء جميل أني أطل في مناسبة جميلة في أعيادنا الوطنية وكذلك جميله في اطلالتي في ان شاء الله تتواجد فيها. يعني احنا بعد كنا محظوظين في يوم من الايام وليس بالبعيد يوم قريب كان جدا يمكن ما ابالغ اذا كان من شهر شهر ونص التقينا بالفنان الكويتي المشهور عبد الرحمن العقل وكان موجود في حلبة سباق الكارتينج وقاعد يتابع احد سباقات بطوله الكارتينج الوطنيه. يعني بطوله يمكن لصغار السن للمبتدئين كان موجود حريص موجود مع مجموعه يعني من الشباب هو رياضي يعني ناخذ الجانب الاخر نعم. هو قد ساوي متعصب. واضيف لديك معلومه اخرى ان عبد الرحمن العقل ام خالد او زوجته نعم. الثانيه من البحرين يعني بيننا نسابه وبيننا الدم وبيننا تاريخ. يعني عبد الرحمن العقل دائما يزور مملكه البحرين. عبد الرحمن العقل رياضي في اي نشاط تلقاه نعم. في كره قدم تلقاه في اليد تلقاه بس انه مشكلته قد ساوي متعصب. لو ابو خالد يشجع نادي الكويت زاد غلا عندي ان شاء الله بنبش في هالامور وياه اكثر لانه هو وعدني انه يكون ضيف عندنا. فانا قاعد احط في المخطط عندي انه يكون عندنا ضيف في احد حلقاتنا ان شاء الله المقبله حق يعني استعدادا لاستضافه البحرين فورمولا 1 ان شاء الله. فيعني فاجأت انا صراحه في ذيك اليوم ودخلت عليه بالميكروفون من غير اي انذار مسبق نفس ما يقولون وهجمت عليه بالاسئله وما شاء الله عليه كان متحدث لبق في الكلام مطلع رياضي. هو رياضي ومطلع دائما للأمانة. وعجبني أنه هو ربط الفن والمسرح بالرياضة بشكل يمكن أنا ما كنت أتوقعه. هي الفن يعتبر رسالة طبعا يقدمها سواء في مسلسل يقدمها على خشبة المسرح يلقي نعم. يعني يلقي هموم المنتخبات الفرق الرياضة بشكل عام. إن لو تلاحظ الآن على مسارحنا لما يقول لك واحد يتدمر ليش ما يكون في احتراف عندنا في الكويت. يعني بخلنا أخذك جانب صح الكويت ليش ما يكون احتراف. هم كذلك يدور رسالة نفس أنا نعم. أقدم رسالة عبر شاشتك نفس ما تقدم أخوي أسامة نعم. رسالتك كلنا يعني باتجاه واحد بهدف واحد لغاية واحدة اللي نعم. هي نجاح دولتك نجاح دول مجلس التعاون في أي حدث يصير سواء
رياضي من سباق سيارات، سواء كرة قدم، سواء سباحة، سواء طائرة، والآن يمكن عندكم أنتم استعدادات قادمة، أتمنى التوفيق بإذن واحد أحد لمنتخب البحرين للشواطئ، وإن شاء الله نشوفهم دائما في مراتب العليا وعلى منصات التتويج. هذه كانت يمكن أول مرة أنا ألتقي فيك وياها، كنا على الهواء، لكن إن شاء الله ما تكون المرة الأخيرة، ويمكن نفس ما ذكرت لك التاريخ في البداية، أنا أتمنى أن تكون موجود في هالتاريخ بعد وتتابع هذا الحدث نفس ما أنت تتابع بقية الأحداث، إن كانت ثقافية إن كانت سياسية واجتماعية، هذا حدث رياضي يعني يستحق المتابعة، وأنا متأكد أنه ويهمك يعني بدرجة كبيرة. أكيد شاكر لك أخوي بداح تواجدك وياي، لكن يمكن قبل ما أختم وياك أكيد عندك كلمة أو رسالة. أنا سعيد في إطلالتي على مرة أخرى على تلفزيون مملكة البحرين، وغاية كانت بخاطري، والحمد لله أن الغاية وصلت الحمد لله. برنامجكم توب، وأنت يا عصام الله توب بإذن الله، بما قدمته بما خذيته بمحاورك الارتجالية اللي خذيتها معي على الهواء مباشرة دون انحراف يمين أو يسار، وهم كذلك أن حدث سعيد اليوم يعني أضاف لتاريخ البطولات في مملكة البحرين، ونبارك لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بحصوله على المركز الثالث في مسابقة الفلبين، وإن شاء الله نشوف دائما سمو الشيخ ناصر من حدث إلى حدث ينتقل، وإن شاء الله دائما نشوف مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة بسياستها الحكيمة بشعبها الطيب الجميل والرائع من أعلى الأعلى، والله يحفظكم بإذن واحد أحد. شكرا لك أخوي بداح، شرفتنا، وإحنا دائما أيضا يعني متواصلين مع الأخوان في دولة الكويت. آمين. متسابقين الكويتيين ترى على طول يعني متابعين، وجمهورنا في الكويت ما شاء الله. لقيت واحد من الأخوان بالكويت قبل أن أختم في هالجزئية وهذه النقطة، يقول أنا بنتقل الكويت خلال يومين يوم الخميس أغطي أحداث العياد الوطنية في دولة الكويت، يعني هذا ليس بجديد عليكم. أكيد وليس أكيد بجديد علينا، في ميزة خاصة بين الكويت والبحرين، في علاقة خاصة أرجع أعيدها وأملك الجرأة أقولها على الهواء، قلت المحبة من الله، الشخص لما تحبه هذا من الله سبحانه وتعالى، إحنا نحب بعض كلنا دول الخليج، بس أنا هالدولة هذه لها ميزة خاصة عندها. الله يسلمك، هذا من ذوقك، وإحنا شاكرين لك تواجدك ويانا اليوم، شرفتنا أخوي بداح، وأنا بصراحة أنا اللي أتعلم منك. الله يسلمك، شكرا لك، شكرا على تواجدك، شرفتنا. أعزائي المشاهدين، اختتمنا أول جزء من برنامج توب سبيد لهذه الهداية، تابعونا في الجزء الثاني بعد هذا الفاصل مع أبطال بطولة العربية للدراج ريس، نعود للاستديو مرة ثانية. Thank you.
ارحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين، وفي الفقره الثانيه يمكن اللي ينتظرها عشاق سباقات السرعه، ومع ختام بطوله العربيه للدراج ريس بالعاصمه القطريه الدوحه، ارحب طبعا بضيوفي في الجزء الثاني من حلقه توب سبيد، بطل البحريني علي حاجي، مساك الله بالخير. يا هلا اخوي. ومدير فريق كيت بوست الحائز على المركز الاول في السباق الاخير وبطوله الموسم في فئه السوبر ستريت 6 سلندر، محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. وعضو فريق كيت بوست ايضا عبد الله الكوجي، مساكم الله بالخير. مبروكين اول شيء كلكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم ان شاء الله. وبالخصوص طبعا يمكن كيت بوست كنا نتمنى محمد حوجي يمكن لظروف خاصه، ولكن ان شاء الله في الحلقات نقول الحلقات الجايه راح يكون موجود ويانا ان شاء الله. بدايه خلينا نبتدي وياك علي. علي طبعا 6 جولات البطوله العربيه دراج ريس، ويمكن انتم كمتسابقين يعني تولونها اهتمام اكبر من اي بطولات، يعني لمستوى المنافسه مستوى المشاركين فيها. 6 جولات شلون مريت فيها انت كمتسابق بحريني في هذه السباقات وانهيت البطوله، يعني نقول بمركز مشرف. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ابتديت انا في اول جوله والجوله الثانيه، يعني نافست رحت على النهائي. نعم. وحققت المركز الثاني، والجوله الثالثه والرابعه يعني كانت عندي مشكله شوي في السياره فعدلت عليها، وما صار لي نصيب ان انافس بسبب الاشاره الحمراء، يعني قمت مرتين فطلعت من المنافسه، فصار ترتيبي من الثاني صرت الرابع في الترتيب. نعم. فالجوله الخامسه والسادسه كانت عندي بعد هم نفس المشكله في السياره، فقلنا نبي نحافظ على مركزنا الرابع، او اذا قدرنا يعني ننافس اكثر نروح نقدم. ف يعني شو اسمه عدلنا على السياره وكنا من المنافسين، يعني الثمانيه اللي كانوا في المجموعه، يعني كنا يعني ما تدري من اللي بيطلع الاول من اللي بيطلع الثاني، فكنا ننافس لاخر مرحله، فما كتب لنا النصيب، فكان النصيب من نصيب شو اسمه هشام الملا وطارق هادي انه ينافسون على المركز الاول لاخر جوله، فكان من نصيب هشام انه ياخذ بطل الموسم، والحمد لله يعني استانسنا، والبطوله كانت وايد قويه اقوى من العام الماضي، يعني فمركزنا يعني كان زين لاخر جوله كنت الرابع والحمد لله. يعني محمد بشكل سريع، هل كان الحصول على اللقب للسنة الثالثة على التوالي سهل ولا صعب؟ والله كان صعب صراحة. عبد الله شو تقول؟ لا صعب. طيب أعزائي المشاهدين نطلع نشوف هذا التقرير من العاصمة، أو نرجع مرة ثانية لما يجهز التقرير. محمد 6 جولات من البطولة فئة السوبر ستريت، كانت فيها يعني مجموعة نقول كبيرة من المتسابقين، مجموعة كبيرة من السيارات، يمكن من ضمنهم سائق فريق العنابي الأمريكي تشاد مورغان، يمكن كان من أقرب المنافسين حق محمد حاجي. شلون توصف شكل المنافسة في فئة السوبر ستريت 6 سلندر؟ والله المنافسة كانت قوية، كان عن الدرايفر الأمريكي أو باقي الشباب كلهم ما شاء الله عليهم، يعني شباب محافظين على أوقاتهم وعلى مستواهم. احنا الحمد لله مجهود الشباب، يعني الحمد لله رب العالمين قدرنا نحصل على بطولات الموسم الثالثة، الحمد لله رب العالمين. نشكر الشباب، الطاقم الفني كامل، الفريق كامل يعني. وحبينا نشكر بعد الشيخ محمد الصباح ومدير الفريق أنور اليتامى. نعم. كلهم قصروا ويانا صراحة على وقفتهم ويانا صراحة. زين عبد الله، أنت طبعاً أحد أعضاء الفريق وأنتم يمكن مجموعة مو كبيرة. بقية الفرق يمكن قاعدة تتعاون مع يمكن خبراء أمريكان ميكانيكية أو تيونرية، يمكن كلها من خارج نقول الخليج. فريق كيت بوست أحد الفرق البحرينية اللي قاعد يعتمد نفسه على نفسه، أنت دورك في الفريق؟ والله دوري أنا في الفريق لي كذا، يعني كذا أشياء. نعم. مثلاً عندك مثلاً ملاحظة التيون في بعض الأمور، مثلاً هو مثلاً التيونر هو الأساسي هو يكون ماريو، هو أسترالي. زين. فماريو في بعض الأمور يعتمد علي فيها، يعني مثلا لو كان في شيء مثلا في السيارة أنا أشوف ذي الشيء وأروح أخابره، لأن أتعرف أنه هو عندهم سيارة جديدة اللي هي السوبر مطلع النوبي. فمن كذي يعني فدوري في الفريق يعني مثل ما تقول مساعد حق الشباب، يعني أنهم أتابع بعض الأمور يعني في السيارة، بس هم الأساس يعني محمد
وان شاء الله نحن نتمنى عبد الله ان شاء الله السنه الجايه والله عقبها ان شاء الله بتشوفوا برمج لنا ما شاء الله الفريق كامل طاقم بحريني باذن الله. اكيد اكيد احنا نتمنى كامل يصير طاقم بحريني ان شاء الله نعول على عبد الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. أعزائي المشاهدين شوف هذا التقرير ونرجع استديو توب سبيد مرة ثانية. توج سائق فريق جيت بوست جراج البطل البحريني محمد حجي بطلا للبطولة العربية للدراج ريس التي اختتمت مساء يوم الجمعة تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد الثاني وعلى مضمار نادي سباق السيارات والدراجات النارية بقطر في موسمها الخامس وللمرة الثالثة على التوالي لفئة السوبر ستريت 6 سلندر على متن سيارات جي تي سكايلاند التي قدم على متنها أداء مشرف ورائع رغم كل الصعوبات التي واجهته منذ الجولة الأولى يصل للجولة الخامسة التي فاز بها المركز الأول وأحكم السيطرة على مجريات هذه الفئة ليعلن أنه بطل قبل ختام الموسم ويدخل أجواء الجولة الأخيرة بأريحية تامة. ولم يكتفي حجي بهذا الإنجاز بل أذهل وأبهر الجميع في سباقه الأخير أمام الأمريكي تشاد مورغان سائق فريق العنابي ريسينج عندما فاز عليه وسجل رقما قياسيا تاريخيا بلغ 4 ثواني و531 جزءا من الثانية ومعدل سرعة بلغ 170.26 ميلا في الساعة ليختتم هذه المشاركة ختاما رائعا. سائق فريق تايجر ريسينج طارق هادي تمكن من تحقيق لقب فئة الأندكس 4.5 بعدما فاز في السباق الختامي على منافسه السعودي هشام الملا الذي توج بطلا لهذه الفئة بفارق النقاط. ولم يوفق سائق فريق زين لسباقات السرعة محمد سلامة في التصفيات النهائية بسبب انطلاقته والإشارة حمراء أمام طارق هادي وخرج علي حاجي من التصفيات أمام منافسه السوري فادي تمور في فئة الأندكس 4.5 كما خرج من التصفيات سائق فريق فورد ريسنج البحريني سعد المران في فئة السوبر ستريت 8 سلندر أمام الإماراتي حسن يوسف ولم يتأهل أيضا في نفس الفئة مشعل عبد الكريم وفي فئة السوبر ستريت 6 سلندر لم يتأهل البحريني يوسف الزياني للتصفيات. وفي الفئة نفسها وصل للدور نصف النهائي كل من إبراهيم شاهين وعلي الخنيزي ولم يكمل المشوار أمام كل من محمد حجي والأمريكي تشاد مورغان. ولم يكن متوقعا خروج خالد محمد من نصف النهائي على ما وصل إليه الحسابات في هذه الجولة القوية إذ أن الأمريكي مايك هاسلانا التقى مع القطري مهنا النعيمي وكانت التوقعات تشير لفوز كاسلانا فارق الخبرة وكيفية التعامل مع هذه السباقات إلى أن المفاجأة والتي كانت لصالح خالد محمد بفوز القطر النعيمي على كاسلانا مما كان يشكل أريحية لمحمد فقد كان يحتاج فقط للفوز في نصف النهائي أمام الأمريكي ستيفي جاكسون بالإضافة إلى ذلك فقد كان جاكسون قد تعرض لحادث في منافسة فئة السوبر ستريت 8 سلندر وطلق بعد سباقين على نفس المضمار لكن محمد استعجل في الانطلاق أمام جاكسون وتعدى خط الانطلاق قبل ومضى الإشارة الخضراء يعطي الفوز لجاكسون ولو كان يكفيه فقط هذا الفوز يتوج بطلا لفئة ليبرونايتروس ويحقق إنجاز غير مسبوق بتسجيل الأرقام القياسية والتوقعات والترشيحات التي كانت تصب لصالحه. وبهذه النتيجة أصبح البحريني محمد وصيفا للبطولة ولكنه رغم ذلك فقد قدم أداء مشرف وأكثر من رائع كونه شارك في البطولة منذ جولتها الثانية وتألق في جميع مشاركاته اللاحقة وحقق المركز الأول في المنافسة وسجل أرقاما قياسية لا تنسى ويعتبر بطلا للمستوى الذي ظهر عليه في جهود طاقم الفريق.
والله سباق كان قوي بيني وبين هشام. اللي صار ان هشام وصل الفاينل وخذ بطولة موسم ونبارك له يعني. احنا الحمد لله قدرنا نفوز جولة سادسة ناخذ الكاس، ويعني هذه فارق بين النقاط بيني وبينه من شيء اخذ بطولة الموسم. ان شاء الله نحاول سنة الجاية. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. حصلنا الحمد لله على بطولة الموسم وبطولة ذي الجولة بعد، والحمد لله صراحة ما قصرت ويانا. بغيت أشكر صراحة نادي قطر وأهدي فوزي حق البحرين وحق الشباب صراحة. بغيت أشكر الشباب فريق صراحة تعبوا معاي وما قصروا صراحة الحمد لله. لحظات جميلة عاشتها الفرق البحرينية والمتسابقين البحرينيين وكل من ينتمي إلى الفرق البحرينية وأيضا جميع المشاركين والمتسابقين، وأبارك مجددا لفريق جيت بوست لحصول المركز الأول ولقب بطولة الموسم السنة الثالثة على التوالي، وأبارك لفريق إيكانو ريسينج بقيادة البحريني البطل البحريني خالد محمد وصيف فئة البرونايتروس، وأبارك أيضا لفريق تايجر ريسينج تيم بسائقه طارق هادي وجميع أعضاء الفريق لحصولهم أيضا على المركز الثاني والمركز الأول في السباق ووصيف فئة الـ 4.5 الاندكس. بتكلم ويا علي حاجي عن هذه الفئة، الكل يقول لي أزعج فئة هذه، ليش؟ شوف هذه الفئة أصعب فئة الصراحة، يعني عندك أنت وقت معين، عندك الـ 4.5 لازم ما تكسر الوقت، ولعبتك أن تقوم رياكشن، يعني لازم يعني تشوف مو نفس الفئات البقاية. الفئات البقاية مثلا عندك open time تقدر مثلا تعوض في الرياكشن، إذا تقدر تعوض فوق، احنا ما نقدر، احنا يا رياكشن يا تيب وقت. فإذا الصوبين قاعدين يبون مثلا 450 ويضربك رياكشن تربل زيرو، فما في مجال انك تدخل عليه. فالفئة ذي وايد تنشن، وايد أعصاب فيها، فما تشوف اكثر المتسابقين قاعد يطلعون حمراء بسبب يعني الاعصاب اللي عنده يصيده على التراك. فانا اشوفها في رايي الشخصي انها اصعب فيها الصراحه. يعني انت ما تفكر انك تغيرها؟ والله نفكر، احنا طموحنا ان نروح برو نايتروس، بس تدري برو نايتروس يبي لك على الاقل سبونسر، فالدعم اللي عندنا احنا شوي نفس ما تقول ما عندنا دعم، قاعدين على مصروفنا يعني الشخصي قاعدين نسابق. فشفنا يعني اضمن فئه يعني نشارك في 4.5، ويعني فئه حلوه، وان شاء الله لموسم الجاي نطور روحنا. محمد يعني سوبر سيريس تلندر يمكن تكاليفه نقول اقل من بقيه الفئات والاندكس وكل الفئات اللي في البطوله، بس بعد تبقى يعني بحاجه الى تكاليف، بحاجه الى جهود، وانتم يعني كلها نقول جهود ذاتيه وعلى مصروف نقول الفريق الخاص من غير اي رعايه او اي دعم. شلون قدر الفريق انه يعني يمشي اموره من اول جوله تجهيز السياره الى وصولكم الى ختام الموسم؟ انتم يمكن نتكلم عن اكثر من انجاز للفريق، لان انتم حققتوا رقم جديد وكان انتم طبعا تطمحوا له، وحققتوا اللقب نقول مره ثالثه على التوالي بعد. والله الشباب كلهم يعني الشباب، احنا فريق كامل تقريبا حوالي الفريق 6 اشخاص ولا 7 اشخاص، كلنا نتحاطط ونش اسمه نسوي السياره كل سنه هاللون يعني. زين لو تكلمنا شويه يعني عن الجولات، خلينا نقول اول جوله شلون كان الاستعداد لها وشلون كانت نتيجتها؟ اول جوله من اول من احنا من شهر 12/2013 مبتدئين نفس في السياره. نعم. طبعا الوقت كان بعد ضيق علينا، اوردرات سريعه كانت، كل شيء طبعا مو متوفر في الخليج القطع قيار. طبعا حاولنا ان نجهز حتى السبير بارت يعني القطع قيار حق السياره، خذنا تقريبا ليه احنا ودينا السياره قطر واحنا نشتغل في السياره الحمد لله. طيب قدرنا يعني طبيعه المشاكل يمكن اللي صادفت محمد، يعني
وايد انا كل ما اروح نمر عليكم يعني الجراج اشوفكم قاعدين شغالين او كانت وايد اشكالات تصادف السياره، يعني انتم تصلحون وتردون تطلعون والسياره يطلع بعد فيها خلل وترجعون وتضطرون انكم ما تنامون ليوم ثاني. صح، ساعات بعد حتى عندنا ساعات بعض المشاكل بعد تنقصنا سبير بارت، بس الشباب هناك ما يقصرون يعني عندك فريق خنيزي ريسنج تيم ما قصروا ويانا صراحه. نعم. يعني مع انه ويانا في الفئه وينافسنا وهاي. نعم. ما يعني إذا يصير عندنا مستيكس إذا يركض بالسيمون مسكين. نعم. وعندك الأفرقة الباقية نفس الشيء، العنابي ريسنج تيم ما قصروا ويانا الحمد لله رب العالمين. يعني عندنا احنا قطعنا بعد مشتنا للجولة السادسة، ما كان في وقت انه مثلا انت تطلب القطع اللي تحتاجها يمكن الأساسية او انها تكون ما في وقت، الوقت ضيج تعرف انت، الوقت يكون كلش ضيج يعني حتى يعني ما يكون عندك مجال انه يعني انت لازم مثلا صارت لك مشكله في الريس زين انت بتجهز حق الريس اللي عقبه، يعني حتى في التسلو مثلا جربني في التس كان تصير عندنا مشكله. نعم. فنضطر نحن بعد نصلح المشكله كذي، فقمنا شوي نقلل يعني من التستات لنا على اساس ان انت تحافظ إن إيه نحافظ. نعم. على مثلا اللقب حق البطوله مستوى السيارة بعد او نوصل حق. نعم. مثلا الاشياء الشيء اللي احنا في بالنا فيه كذي. السباق الاخير الماكينه تبدلت بالكامل او نقول مثل ما يقول احنا لغتنا فليتوها بالكامل ورديتوا وركبتوها وقدرتوا تجيبون الانجاز وجبتوا المركز الاول. يعني من بدايه الشغل في نقول في ماكينه السياره لما فتحتوها بالكامل ورديتوا شديتوها مره ثانيه ودخلتوا السباق، ما كان احد صراحه يتوقع ان انت يعني محمد قدر يجيب الرقم اللي كان في بالكم. ايش كثر خذيتوا وقت خلال التصفيات؟ احنا ابتدينا يوم الخميس اخر الكواليفاين. خلينا نتكلم محمد عفوا انا بقاطعك، من البدايه شنو المشكله وشلون مريتوا فيها وقدرتوا تخلصونها؟ احنا المشكله كنا نعرفها يمكن من ثالث جوله عرفنا المشكله في السياره، بس كان عندنا غطاء غيار مو متوفره، وكلمنا عبد الله كلم الولايات المتحده اتصل امريكا. نعم. وما القطع مو جاهزه، ما تجهز الا حق الجوله السادسه اللي هي فيها احنا. الحمد لله وصل السيمان وفلينا الماكينه، عرفنا شنو المشكله في الماكينه وسوينا لها ريفريش، وعندك بعد ترانسميشن الجير عندنا مشكله فيه. شنو هي القطعه؟ خلينا نوضحها اكثر بعد بشكل فني، الحين نتكلم بشكل ميكانيكي اكثر. والله القطعه شو اقول لك، يعني في قطع عندك الهيد مال السياره وعندك الجازجيت مال الهيد مو متوفر كان. هذه الاشياء اللي طلبتوها من برا. عندك الجير في مشاكل شوي، عندك الكلتشات مال الكلتشات كانت مو متوفره بعد. اوكي. الحمد لله حصلناها وبدلناهم كلها في اخر جوله. اخر جوله يعني غير وماكينه اشتغلنا عليهم. اوكي. وكانت متى بديتوا انتم فليتوا السياره او نقول الجير والماكينه وخلصتوهم وقدرتوا تدشون السباق؟ يعني احنا اللي نعرفه شيء الطبيعي والمتعارف عليه ان انت لما تفل الماكينه وتفتحها ويا الجير ممكن تحتاج فتره تمشي فيها شويه.